هذا السيد اللي كتشوفوا قدامكم سميتو عبد الإله عيسو، كان ضابط في الجيش المغربي وفي نفس الوقت عميل وجاسوس كيزود المخابرات الإسبانية CNI بمعلومات حساسة عن الجيش المغربي منذ سنة 1998 مقابل مبلغ مالي قدره 90,000 يورو، أي 90 مليون سنتيم مغربية. وفي سنة 2002 بعد ما تفضح أنه كيتجسس على المغرب هرب حارق لإسبانيا بعد ما تخلت عليه المخابرات الإسبانية. هاد الشيء غادي يخليه وجه رسالة للمعارضة الإسبانية كيعترف فيها بأنه كان عميل للمخابرات الإسبانية وكيشكي من تعامل الحكومة الإسبانية معه، وفي نفس الوقت كيطلب من المعارضة توسط ليه للحصول على اللجوء السياسي في دولة إسبانيا. بعد ما حصل على اللجوء غادي يختفي لفترة وغادي يبان قبل أيام على قناة الشروق الجزائرية كيهاجم بلاده المغرب وكيعطي معلومات قال أنها حصرية وجديدة، وهو 20 عام حط رجله في المغرب. في هذا الحال كاين مخطط لإغراق الجزائر بالمخدرات. هذه الخرجة الإعلامية اللي دارها الضابط مع قناة جزائرية كتفكرني بمقولة لهتلر فاش قال أحقر الأشخاص الذين قابلتهم هم هؤلاء الذين ساعدوني على احتلال بلدانهم. وللأسف الشديد هذه المقولة صحيحة وتنطبق على هذا الضابط ومن على شاكلته. من الطبيعي طبعا على أن الإعلام الجزائري يهاجم المغرب لأنه كيخدم الجندات ديال السلطات ديال البلاد ديالو، ولأن دائما في المخيلة ديال الدولة الجزائرية والعسكر الجزائري على أن المغرب بلد عدو. ولكن اللي ماشي طبيعي هو أنني نخرج في إعلام دولة أخرى باش نضرب بلادي ونهرس الصورة ديال بلادي ونعطي فرصة للعدو فاش يتشفى في الوطن ديالي. طبعا أنا ما كنقصدش هذا الضابط اللي تكلمنا عليه لأنه منذ البداية هذا خائن للوطن وكان من البداية كيتجسس على بلاده. أنا كنتكلم على أي واحد كيستقوى بالأجنبي ضد بلاده مهما كان عمق الخلاف وشكل الخلاف مع الوطن. مثل كيقوله البيت الشعري كيقول بلادي وإن جارت علي عزيزة، مهما كان حجم الاختلاف مع البلاد ديالنا مهما كانت حجم المشاكل مع البلاد ديالنا هذا لا يعني على أننا نعطو شيك على بياض لدولة أخرى معادية ونمشو نخرجوا في الإعلام ديالها ونبقاو نسوقوا اللي كاين واللي ما هو كاين على البلاد ديالنا. ننتقد هذا الشيء طبيعي جدا. هذا الانتقاد من أجل ماذا؟ من أجل محاولة إصلاح الأعطاب اللي موجودة عندنا واللي هي كثيرة. وإحنا كنقولوا من هذا المنبر الوطن ديالنا جميل جدا، فيه بزاف ديال الحوايج زوينة ولكن فيه أيضا بزاف ديال الأعطاب اللي كاينة واللي خاصنا نتجاوزها. ولكن هذا لا يعني على أنه عندما يقع خلاف مع الوطن ديالنا والبلاد ديالنا نخرجوا مباشرة نستقواوا الأجنبي، ولا نخرجوا مباشرة نمشوا لقناة أجنبية معادية للوطن ونشروا فيها الغسيل ديالنا. هذا مرفوض بالنسبة لنا ومرفوض ويرفض أي مغربي شريف مهما كان حجم الاختلاف ديالو مع البلاد ديالو. اليوم اللي بغينا نوصله من خلال هاد الفيديو هذا هو على أنه كنقولوها وكنأكدوها، راه كننتقدوا جميعنا، جميع كننتقدوا كنطرحوا المشاكل ديالنا، ولكن في الوطن ديالنا غسيلنا هنا، ننتقدوا الحكومة هنا، ننتقدوا الإشكاليات اللي كاينة عندنا هنا وموجودة في مجموعة من المجالات ولا النجاح دينها وكنقولوها أمام الملأ، ولكن داخل البلد ديالنا من أجل ماذا؟ من أجل التقويم، من أجل ما رسم صورة جميلة عن هذا الوطن اللي كنبغوه يكون بحال دول أخرى. وما بغيناش لينا نقارنوه مع دول المحيط، بغينا نقارنوه مع دول أخرى. وباش تصلح هذه المقارنة وتستقيم لابد من أن نعالج كل هذه الاختلافات اللي كاينة اليوماتية واللي كتخلينا للأسف الشديد مازلنا كنتبوؤوا ذيل التنمية البشرية ومازالت عندنا مجموعة من الأعطاب. ولكن كنرجع وكنقول هذا لا يعني على أنه نخرجوا ونحطوا الغسيل ديالنا في قناة جزائرية ولا في قناة أجنبية. اليوم الوطن يحتاج وكنقوله وكنأكده يحتاج إلى الشرفاء، يحتاج إلى رجال الدولة، يحتاج إلى كل غيورين، لأنه محتاج لمجموعة من البناء، محتاج لرؤية مستقبلية تقودنا نحو المستقبل ونتجاوز هذه المطبات اللي عايشين فيها واللي هي كثيرة وتعمقات الآن وزايدة تعمق للأسف الشديد مع هذه الحكومة. حياتي لكم، السلام عليكم.